سيدي وركينا بعد كم غليسين مدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر قال له ايام كوبا غي شير دق دقا وكدع مقالة كمبالي ودك يوغاندا الشيس دوان اي قلين اتوبيا اي جمهورية دا اسكيد مدح بنانيد او ودا واغلي اي سومالي لا هذا وقت كتلافك وحا كجي راح اللي بانك لغا سو دورتو ديگان كادا دابا فارح معلم فارح معلم هذا دي مقاليسو ان الرماها سعونا اي اي ويلي بحيسة دا سومالي اي اتوبيا ودا حيسة سيدا واركتا هيا واجب هيا 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 ها واقف واقف ان اذا عكلت ان سومالي لان قد يدي وضبحيا كسعر ايا ولو قصه هرجي اذا عرنت اليد مركا اسماعيل عمر قال قرهان ان مدعوين مصبيحي مكو قسمي كرادت كرير ان اما با سيد عبد الجن ان ديغان كودا لقاتو هيا 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 حتى بحكم حتى حالتهم بحكم ما انكرهسا ما دام الدولة الصومالية أنا أي تاجر أي كه شيء دوني ده إن أما بهو جامياش دوني ده أنا أي تاجر أي كه شيء ها هي هي هيا واتح ها واقف واتح هذه هذا يا ذم عصت هاي اللي بانك اللي قصوا دور صديق أنك ندابة أن فارح معلين أيو كاسيها وقت كتلفو كسيتو سوقي شري إيجان ورمي يي أريد تقص أبشن بده سوماليا يا كينيا يا حيصدا وسوماليا يوليبه ذلك إثيوبيا حيصدا هذا كده احتاجن